بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 26 بعد 102. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، قيل هو الإيمان وهما اسمان لمسمى واحد، وقيل هو الكلمة، وهذان القولان لهما وجه سنذكره، لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور. والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل سواه. وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. قال نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأخبر أنه لم ينجي من العذاب إلا المؤمنين، فقال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال نوح: وما أنا بطارد المؤمنين. وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو الإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان، فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه، ولهذا قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا يخافون فهم لا خوف وإن كانوا يخافون الله عز وجل، ونفى عنهم أنهم يحزنون لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن، كما قال تعالى:
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد، كقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، فليس في القرآن إلا تعليق لدخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد، كقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله فآمن له لوط، ووصفه بذلك فقال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ووصفه بأعلى طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، بعد قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم، وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والأنبياء كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام، قال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.